إنسان ما شاف أنثى بحياته. تخيل يا صديقي، إنسان عمره 82 سنة ما شاف أمرأة بحياته. في سنة 1856 ماهيلو تولودوس انولد، وبعد 4 ساعات من ولادته ماتت أمه. لقوا مجموعة من الأشخاص وكانوا ما يعرفون من أهل، أخذوه وانطوا مجموعة الرهبان، والراهب يا محترم من اعتزل الناس للتعب. نرجع الموضوع، اللي أخذوه كانوا عايشين بمنطقة معزولة بجبل أوثوس، وهذا الجبل النساء بالذات ممنوع تدخله، ومنع دخول النساء والحيوانات لحد هذا يومنا. وفق القانون النساء غير مسموح لها الاقتراب من الجسر حتى ولو بمسافة 500 متر، وهذا الشيء قبل ما يقارب آلاف السنين. وفق القانون، وهذا القانون تم تشريعه لضمان عزوبة الرهبان وابعادهم تماما. الرهبان اللي هناك هم اللي ربوا ماهيلو، وطبعا من عاشر القوم 40 يوم صار مثلهم. بعد 82 سنة من عزوبية ماهيلو يا صديقي، تم تكريمه بجائزة أسطورية من الرهبان، لأنهم تأكدوا أنه هو الشخص الوحيد اللي عاش على الأرض وما شاف ابنه يا حرام. وبصراحة أنا أشوف حياته ناقصة. أنا علي يوسف، وهي منصتنا الأخيرة. أشوفكم بخير.